طيب ايه تاني لازم اسال عنه؟ الحاجات اللي انا لازم اعملها او اسال عليها طفلي انا، يعني انا في حاجات مهمه ان انا اعملها لطفلي قبل ما يبتدي يروح الحضانه او المدرسه ايا كان نوعها، زي اني ابتدي اعرفه يعني ايه فصل، ويعني ايه ان احنا هنقعد على طاوله، ويعني ايه ان احنا عندنا كراسي، ويعني ايه ان في اوقات، والمس ايه الادوار اللي انا متوقعه منها، لان ده اللي بيعمل للولاد رفض في بدايه العام الدراسي لبيئه المدرسه. فنسمع عن ولاد بترجع، ولاد رافضه تروح المدرسه، امهات منهاره، فانا حل ده من اللي قبله، ده دورنا كمربين في دعم المدرسين في مرحله رياض اطفال. فنلعب بقى لعبه دراميه، ماما هتبقى المدرسه، ويلا هنقعد على التيبل دلوقتي، معانا الكرسي، يلا احنا هنبتدي مع بعض، هات الورقه، ابتدي اقول له عايز تروح التواليت، هتقول لي ايه، ترفع ايدك وتقول لي، فيبتدي الطفل يكون عنده توقعات عن بيئه حياه المدرسه. رقم اتنين، لو طفلي خجول شوية، يعني بطبيعة الحال مش متعود على تجمعات الأطفال، لسه بيركز في علاقته بماما أكتر أو البيت، أبتدي من قبل ما يروح العام الدراسي الجديد ننزل بيه بقى الأيام دي، نروح مناطق ألعاب أطفال، أماكن مفتوحة يتدرب عليها، أعلمه فكرة دوري ودورك، لأن من أكتر الحاجات اللي الولاد بتصرخ في الفصل وبتبقى قلقانة منها أن أنا متعود في البيت كل حاجة أنا باخدها. اروح بقى المدرسه، المدرسه عندها 20 فصل او 20 طفل او اكتر في الفصل، فبتقول له استنى، ما بيستناش، يرمي نفسه وينهار ويروح لماما انا مش عايزه اروح هناك تاني. فانا من البيت ابتدي اعلم الطفل دايما ماما ليها دور تتكلم وبعدين دورك انت، ماما ليها دور تلعب وبعد كده دورك انت. في الاول الطفل هيرفض ويبكي معاها، بس لما يحصل ده مع ماما احسن ما يحصل مع حد غريب بعد كده في المدرسه. برضو من الحاجات المهمة ان احنا نسأل على المدرسة او المدرسة المؤهلات بتاعتها ايه، لو انا طفلي عنده تأخر كلام او عنده تلعثم او هو من الاطفال مثلا ذو الاحتياجات الخاصة، هل المدرسة اللي انا بودي فيها طفلي او الحضانة، طبعا كل المدارس دلوقتي بتعمل دمج، بس هل مدرسة طفلي او المدرسة اتعاملت مع حالات دمج قبل كده وتقدر تدعمه ولا لا؟ لان اوقات لو طفلي عنده احتياجات خاصه والمكان ما اتعاملش قبل كده حضانه او مدرسه، بيحصل انتكاسه كبيره جدا للطفل، وده بيضر الطفل. فانا لازم اكون صريحه، بعض اولياء الامور بيخفوا،